مثلا في الغابه علاش؟ لان نتوما هذا الشيء تقدروا تكونوا فيه حاضرين في اي حاجه مثلا في داركم ولا حداكم شي حد الله يعلم. حنا اون سي جام حنا ديما نسموا حنا فرنسا بريفونسيون التوقعات ديما هذا الشيء كيوقع اذا داركم تقدر تهدم تهدم شي دار كيفاش تتعامل مع داك صاحبك؟ هو التضارب قبل ما يجيو هنا حنا ما يمكنش والله سي كيفاش تعمل؟ بعد شي عام كيفاش تعمل؟ هادو غير شي اجراءات اللي هما ساهلين وبساطين خصنا غير حنا نوعوا بهم. هذا هو الهدف ديالنا.